إنها أعظم آيات الكتاب، من كنوز العرش معراج اقتراب، إن تلاها ذاكر فاز بها فله حصن ونور وحجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا علم الله عز وجل بخلقه علم إحاطي، فيه حضور للعالم. إذا استشعر العبد هذه الحقيقة وأدرك أنه محاط بعلم الله عز وجل وانقطع إليه، قطع مراحل كبيرة وكثيرة في الكمال والاكتمال. وكلما اشتد هذا الشعور عند العبد ارتقى في المقامات المعنوية، ارتقى علما ومعرفة وطهارة، وربما ارتقى أكثر فبلغ مقاما لا يفعل فيها معصية ولا يترك طاعة ولا يفعل قبيح، يكون من المطهرين. هذه الحقيقة تقوم على الاستشعار بحضور الباري عز وجل عند العبد، وبحضور العبد عند باريه، حتى تتضح هذه القضية، وهي من أمهات القضايا التي ينبغي على أهل الإيمان الالتفات إليها، خصوصا في مثل هذه الليالي. الحضور الإلهي عند العبد يقع على أنحاء. النحو الأول، الحضور بالعقل وفي العقل، هذا هو مقام الموحدين الذين يرون الله عز وجل في خلقه وفي مخلوقاته، تتجلى عندهم آيات الله في الخلق، يرونه بعد التأمل في الأشياء ويدركون أثره. الموحدون هكذا يوحدون الله عز وجل، ما لا يرون شيئا إلا ويرون آثار الله عز وجل فيه. هذا مقام الموحدين بالحضور العقلي. النحو الثاني، الحضور بالقلب وفي القلب، ببصائرهم يرون آثار حكمة الله ورحمته بالحب والانجذاب إليه، ليس فقط يرون الأشياء كالمعادلات الرياضية الباردة، وإنما يتفاعلون معها أيضا بقلوبهم بمحبتهم. وارد عن النبي صلى الله عليه وآله: أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني
مروي عن النبي صلى الله عليه وآله كما في بعض كتب التفسير هذا الحديث: عند ربي، مو عند الله، أي الذي يربيني ويعلمني، يطعمني ويسقيني، مو يعني أكل وشرب ما يتعلق بالأبدان، وإنما يزيدني علما به ويزيدني محبة به ومعرفة به. طعام الروح، شراب الروح. رسول الله صلى الله عليه وآله وهو أقرب المقربين إليه له مقام في القلب هم هكذا، مو فقط بعقله، ولذا هذا المقام مقام المقربين، المقربون هكذا يستشعرون حضور الله عندهم بقلوبهم أيضا، مو فقط بقلوب بعقولهم. النحو الثالث: الحضور في العمل، وهذا مقام المتقين. المتقي يرى الله في عمله، فكل عمل فيه حرام لا يفعله، وكل عمل فيه طاعة يفعله. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: ما عملت عملا إلا ورأيت الله قبله وبعد. هذا نوع من الحضور، استشعار الحضور عند العبد في مقام العمل. هذا النحو الرابع: الاستشعار بالروح، مو في العقل، مو في القلب فقط، ولا في العمل، وإنما في الروح. هذا المقام مقام المخلصين، ويتحقق بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالارتباط الروحي بأوليائه. الأرواح تكوينا هكذا، كما سأوضح لكم ببعض الشواهد، أرواح المؤمنين مرتبطة روحيا بمحمد وآل محمد عليهم الصلاة والسلام. هم خلفاء الله تبارك وتعالى، هم عين الله، هم حجج الله. من أراد أن يرتبط بربه، طريق الارتباط به هو الارتباط الروحي بمحمد وآل محمد عليهم السلام. من عرفهم فقد عرف الله، من أطاعهم فقد أطاع الله، من عصاهم فقد عصى الله. لحمة واحدة، كل ارتباط واستشعار بهذا الحضور يتحقق بهم باستشعارهم بأنهم معك، بأنهم في نفسك وفي روحك. إذا بلغ العبد هذا المستوى من الحضور النفسي اقترب منهم اقتراب كبير. هذا حضور المخلصين. بعض العباد بكل هذه الأنحاء الأربعة يرتبط: بعقله يرتبط، بقلبه يرتبط، بعمله يرتبط، وبروحه. أعمق الارتباط هو الارتباط الروحي، وهذا ارتباط يحصل في أصل الخلقة، في أصل التكوين. لو أراد المؤمن أن يدرك هذه الحقيقة فلينظر إلى علاقته بالنبي وبعترته. شنو النحو العلاقة؟ هو مجرد يؤمن بهم أنهم أئمة وحق بعقله،
أم يتجاوز العقل يتفاعل معهم بقلبه، أم يتجاوز القلب حتى في العمل في كل وقت يجدهم عنده ويجد نفسه عندهم. لا يرى نفسه بعيدة عن رقابة حجة الزمان عنه، إمام زمانه، في كل لحظة في كل آن. إذا ينظر المؤمن إلى علاقته الروحية يعرف هو في أي مقام من هذه المقامات الأربعة، هل هو في مقام الموحدين أم مقام المقربين أم مقام المتقين أم هو من المخلصين في مقام المخلصين. تلاحظون المؤمنون يحنون إليهم حنين، يحنون إلى زيارتهم، يحنون إلى أسمائهم، إذا أنجب ولدا سماه بأسمائه، إذا أنجب بنتا سماها باسم بناته، حتى على مستوى التسمية، لأن الذي يحب شخصا يحب اسمه أيضا. شنو مستوى العلاقة اللي الإنسان يريد الارتباط بهم روحيا ولكن لا يتشبه بهم بأي نحو من أنحاء التشبه، حتى اسم أولاده يختارها من الغرب ومن الشرق ومن المفردات التي لا معنى لها سوى حروف مركبة. شنو مستوى العلاقة للإنسان المؤمن إذا زيه ولباسه يأخذه من الغرب ومن الشرق، وفي كثير من الأحيان يتنافى مع موازين الشريعة؟ وين مستوى الحب ومستوى الارتباط؟ هكذا في أعماله، في تجارته، في وظيفته، في الارتباط يتميز الناس، هم في أي مستوى من الارتباط عندهم. إذا سمع بمجلس يقام لذكرهم حضر في هذا المجلس، يحن إلى الاستماع إلى فضائلهم ومناقبهم، أو هو يقيم مجلسا لذكرهم. الحب مو فقط قضية مشاعر الإنسان يحس بها في نفسه، الحب يتجلى على أعمال الإنسان، على مواقف الإنسان. تمر عليه ذكرياتهم عليهم السلام وهو لا يبدي أي تفاعل منها، هذا في أي مستوى من الارتباط عنده؟ مثل هذه الليلة مثلا، ليلة عظيمة، ليلة قدر، ليلة فيها شهادة لأكبر حجة إلهية، هو كأيامه العادية في مظهره وفي وضعه وفي مجالسته وفي محادثته. كل من يعرض نفسه على هذا التقسيم الرباعي للمقامات يعرف هو في أي مقام، في المقام العقلي، لو في المقام القلبي، لو في مقام العمل، لو في مقام الروح. زين، لو نسأل المؤمن، أنت حينما تزورهم وتحضر في مراقدهم بأي داعي أنك تحضر؟ ماذا ترى في حضورك عندهم؟ ألا يرى الله عندهم؟ ألا يرى رحمة الله عندهم؟ ألا يرى لطف الله عندهم؟ أليس كذلك؟ الحضور عندهم حضور عند الله عز وجل، الارتباط بهم ارتباط بالله عز وجل.
الانقطاع إليهم انقطاع لله عز وجل. هكذا أمر الله وهكذا أراد الله عز وجل. لذا وارد في زيارة الحسين صلوات الله عليه: من زاره فقد زار الله. لأن من يذهب إلى زيارة الحسين يذهب إلى الله تبارك وتعالى، لأن رحمة الله ولطف الله ومغفرة الله حاضر عنده، يسمع كلامه ويرد سلامه ويستجيب دعائه ويقبل صلاته. الصلاة هم عند الحسين صلوات الله عليه مقبولة، لأن الله تبارك وتعالى حاضر عند الحسين بالحضور المعنوي، لا يصير توهم، بحضور الرحمة بحضور اللطف. فالذي يتوجه إلى الحسين كأنه توجه إلى الله. من يدعو عند الحسين يسمع الله عز وجل دعاءه. هكذا هو الارتباط، هكذا هو الحضور. والزيارة شنو معناها؟ الزيارة معناها الحضور عند المزور. فإذا المؤمن حضر عند الحسين يجد الله حاضرا عنده. حضور الروح هكذا يكون، مو بالعقل، مو بس بالقلب والمحبة ولا بالعمل، بالروح. هكذا ارتباط الروح هو هكذا. يستفاد من الأخبار الشريفة أنهم عليهم السلام داخلون في أرواح المؤمنين. التفتوا إلى هذه الحقيقة حتى يشوف الإنسان هو في أي سعادة الإنسان المؤمن. لذا لا يغفل المؤمن عنهم، صاحب الإيمان لا يغيبون عنه ولا يغيب عنهم. هم باعتبار أنهم أولياء الخلق، كل الخلق يحضر عندهم وحاضر لديهم، ولكن المؤمن أيضا بهم يستشعرهم في كل لحظة وآن. يشهد لهذه الحقيقة جملة من الشواهد، شواهد كثيرة، أنا أذكر فقط ثلاثة بمقدار الوقت. الشاهد الأول أخبار الطينة. لاحظوا هذه الروايات وهي كثيرة وليست فقط من طرقنا واردة، من طرق العامة أيضا واردة هذه الروايات. أخبار الطينة تدلل على أن المؤمنين في خلقهم وفي تكوينهم مشتركون مع آل محمد عليهم السلام في الأرواح وفي الأبدان. لاحظوا مثلا هذا الخبر، خبر يحيى الواسطي، رواه الشيخ الكليني في الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام، قال: إن الله خلقنا، هنا يعني الأجساد يراد به بحسب القرينة اللي ستأتي، يعني خلق أجسادنا من عليين. هذا المقام أعلى مقام في الجنة، مقام العليين. أشرف تراب في الجنة هو تراب عليين. خلق الله عز وجل أجساد المعصومين من هذا التراب، وخلق أرواحنا من فوق ذلك، فوق التراب الجنة، هو نور الله عز وجل. من نور الله عز وجل خلق أرواحهم، أبدانهم خلقها من تراب عليين، وأرواحهم خلقها من نوره. وخلق أرواح شيعتنا من عليين.
إذن هذا عليين اللي هو تراب أشرف تراب في الجنة هو العنصر المشترك بيننا وبينهم، سوى أن أبدانهم خلقت منه وأرواحنا خلقت منه، هو عنصر واحد. من الأصل ومن الفرع؟ هم الأصل ونحن الفرع. هل الفرع ينفك عن أصله؟ هل الفرع ينفصل عن أصله؟ المحنة محنة فرع وأصل، أب وابن تنفك. خلق أرواح شيعتنا من عليين وخلق أجسادهم من دون ذلك اللي هو تراب الأرض، كل واحد حسب البيئة اللي نما فيها وتكون. ثم يقول الإمام الصادق: فمن أجل ذلك القرابة بيننا، هذا القرب بيننا وبينهم بأصل التكوين حاصل، بأصل الإيجاد والنشأة حاصل، وقلوبهم تحن إلينا. هاي المحنة محنة حقيقية، مو بس محنة معرفة أو عقيدة، لا، في الروح. هذه الأشياء التي تحصل في الأرواح ما يقدر الإنسان ينفك عنها، تدخل في جزء تكوينه. هكذا هو الارتباط والحضور. إذن إمامك جزء منك يغيب عنك، كل ما تستحضر هذه الحقيقة مقامك يعلو وارتباطك يشتد. في رواية أخرى، رواية جابر الجعفي، قال: كنت عند محمد بن علي عليه السلام الإمام الباقر، فقال: يا جابر، لاحظوا هاي الرواية، خلقنا نحن ومحبينا من طينة واحد، تكوين واحد، بيضاء نقية ما بها ظلمة هي نور، ما بها خباثة ما بها نجاسة، نقية. دققوا في هذا حتى تعرفون فضلكم جد عظيم، ولا يضيع الإنسان بالمعاصي هذا المقام، لا يلوثه بالمساوئ وبالقبائح وبالذنوب والمعاصي. طينة بيضاء نورية يعني نقية، يعني طاهرة نقية. من أعلى عليين، من أعلى مقام عليين اللي هو مقام الجنة، فخلقنا نحن من أعلاها، وخلق محبينا من دونها، فإذا كان يوم القيامة التفت العليا بالسفلى. هاي كناية عن الاحتواء، احتوت الطبقة العليا الطبقة السفلى، وهذا هو الشأن. هكذا الكبير هو الذي يحتضن الصغير، العالي هو الذي يحتوي الداني. وإذا كان يوم القيامة ضربنا بأيدينا إلى حجزة نبينا صلى الله عليه وآله، يعني تمسكنا به، وضرب أشياعنا بأيديهم إلى حجزتنا، تمسكوا بنا، فأين ترى يصير الله نبيه وذريته؟ الإمام يسأل جابر: أين ترى؟ وأين ترى يصير ذريته محبيها؟ النبي وين يودي ذريته؟ وذرية النبي وين يودون محبيهم؟ فضرب جابر يده على يده، ضرب يد على يد، فقال: دخلناها ورب الكعبة ثلاثا. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي هي العلاقة الروحية، علاقة المؤمنين بأولياء الله، برسول الله وعترته، بالروايات
الواردة بهذا المعنى متضافرة بطرقنا وطرق العامة. يريد يرجع إلى كتاب إحقاق الحق يشوف بعض هذه الروايات. هذا الشاهد الأول. إذن الله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم بعلم الإحاطة والحضور، هذه من جهة الرب تبارك وتعالى. من جهة العبد شنو؟ استشعار هذا الحضور. هذا الاستشعار يخليه في الدرجات العالية. الشاهد الثاني، ما ورد في النصوص الدالة على أن المؤمن يجب أن يكون له وسيلة ارتباط بهم عليهم السلام، وسيلة ارتباط. هسه طبعا بعض الوسائل خاصة، بعض أهل الإيمان لهم وسائل خاصة للارتباط ما نتكلم فيها، بس أكو وسيلة ارتباط عامة من أعظم وسائل الارتباط بهم. الذي يريد الارتباط بهم روحيا ماذا يصنع وكيف يصنع؟ جملة من الأعمال موجودة في هذا المجال، من أهمها الصلاة عليهم والبراءة من أعدائهم وتضمين الدعاء بالفرج لهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم. هذه من أفضل وسائل الارتباط بهم، من أفضل وسائل الارتباط بهم هذه الصلاة. فيها تطهير للخلق، خلقك يطهر. فيها تزكية للنفوس، تطهير للأرواح، غفران للذنوب، تهدم الذنوب هدما. شكد تكلف من الوقت والجهد هذه الصلاة. في الزيارة الجامعة أكو إشارات إلى هذه، أن الصلاة عليهم فيها تطيب للخلق وفيها طهارة للنفوس وتزكية للأبدان وكفارة للذنوب. ارجعوا إلى الزيارة الجامعة حتى تشوفون النص. الصلاة عليهم تدخل السرور على قلوبهم، هي نوع دعاء من المؤمن لهم ووسيلة تقرب. أنت إذا تدخل السرور على قلب إمامك أفرحت إمامك منك ومن عملك، ترتبط به بروحك، وترفع هذه الصلاة من شرف المؤمن عنده، المقام هم يعلو ويزداد. اجعلوها وردكم في كل صباح ومساء، حلال للمشاكل وجامع لكل الأذكار. شنو يخطر في بالكم من ذكر لله عز وجل؟ كل الأذكار، التهليل، التحميد، التسبيح، التكبير. الصلاة عليهم جامعة لكل هذه الأذكار. اللهم صل على محمد وآل محمد. لاحظوا أهمية هذه. الباري عز وجل في القرآن الكريم يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. في هاي الآية وسيلتان للارتباط، الله وملائكته يرتبطون بهم بالصلاة عليهم، والمؤمنون يرتبطون بهم بالصلاة عليهم والتسليم لهم. صلاة الله عليهم شنو؟ شنو معنات أن الله عز وجل يصلي عليهم؟
هي صلاة الرحمة والتزكية والثناء. الله عز وجل يزكيهم ويثني عليهم ويزيدهم رحمة. من الملائكة شنو؟ دعاء وثناء. من الملائكة ماك. أما صلاة المؤمنين عليهم شنو؟ الملفت أنه مو فقط صلاة من المؤمنين، تسليمهم مطلوب. الصلاة عليهم هي التصديق بهم والإقرار بفضلهم والاقتداء بهم. حتى تعرف لما تقول اللهم صلي عليهم، مو القضية فقط باللسان، تصديق في القلب واتباع في العمل واقتداء، ارتباط بالروح. زين، سلموا تسليما. شنو المطلوب من المؤمنين؟ أن يسلموا تسليما. الروايات الشريفة تقول أن يسلموا بالولاية لأمير المؤمنين والأئمة من ذريته. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا التسليم جدا عميق في معناه. التسليم يعني لا تجد لنفسك شيئا في مقابله. اشقد ما تبلغ من العلم، اشقد ما تبلغ من المعرفة، لو تكون علامة زمانك، لا تشك فيهم، لا تجادل في أمرهم، تسلم لما يريدك عنهم، علمك منهم، أخلاقك منهم، معرفتك منهم، لا تحيد يمينا ولا شمالا. شيعي هذا معنى. الله عز وجل بجلالته وعظمته يقول في المضمون أنا وملائكتي أصلي عليه. أنتم أيها المؤمنون صلوا عليهم وسلموا بعد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رواية عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يبين هذه الحقيقة، قال من صلى على النبي صلى الله عليه وآله فمعناه، معنى الصلاة هذا، إني أنا على الميثاق والوفاء الذي قبلت حين قوله ألست بربكم، قالوا بلى. كشف عظيم في هذه الرواية. أنت شيعي مو اعتباط شيعي، أنت موالي ما اجتك صدفة. هذا اللي البعض يقول صدفة، لا ماكو صدفة، ماكو جبر ولا صدفة. عهود ومواثيق قبل عالم الدنيا، هناك الله عز وجل عرض ولايتهم على الخلائق، من قبلها باختياره كان مواليا لهم في دنيا، من رفضها هناك باختياره كان معاديا لهم في دنيا. هاي هم الرواية، الإمام الصادق صلوات الله عليه هم هكذا يقول. إذن حينما أنت تصلي عليهم كأنك تجدد عهدك معهم وميثاقك معهم الذي أعطيته في عالم قبل عالم الدنيا، وتوثقه وتؤكده وتصدقه بموقفك. إذن الصلاة عليهم هي ألفاظ، لو التزامات، عهود ومعاهدات، مواثيق. من مظاهر الوفاء بعهدهم والميثاق معهم التبري من أعدائهم. لا وفاء للعهد لمن يكتفي بولايتهم ولا يتبرأ من أعدائهم، وفاؤه ناقص مكامل. مو فقط أنه
يقولها باللسان، يتنزه من أعدائهم، يتبرأ من أخلاق أعدائهم. أخلاق أعدائهم أخلاق الشياطين، أخلاق القبح. الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: نحن أصل كل خير وأعداؤنا أصل كل شر. هكذا افهم الولاية، هكذا، هذه هي الولاية، هذا هو تجديد العهد والميثاق. ما أدري الوقت عندنا ولا أقرأ هاي الرواية، بس هاي الرواية هاي الرواية رواية جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا بمنى مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي الرواية واقعا عجيبة ومنبهة. كنا بمنى مع رسول الله، الراوي منه؟ جابر. لا غبار عليه. قال: إذ بصرنا برجل ساجد وراكع ومتضرع. هاي الرواية تفتح البصائر وتخلي الإنسان بصيرته واضحة، ما ينخدع بالمظاهر. المظاهر اللي غالبا بسطاء الناس يقعون ضحيتها مثل هاي الرواية تفتح العيون والبصائر. لاحظ جابر يقول: بصرنا برجل في محضر رسول الله ساجد وراكع ومتضرع، يعني في حال عبادة وخشوع. فقلت: يا رسول الله، ما أحسن صلاته؟ جابر اللي هو بدرجة عظيمة من المعرفة هم المظهر هم أثر عليه. فقال عليه السلام: هو الذي أخرج أباكم من الجنة. شيطان متلبس بصورة إنسان. فمضى إليه أمير المؤمنين صلوات الله عليه، راح إليه للشيطان غير مكترث، فهزه هزة أدخل أضلاعه اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى. بعد فاتح باب خيبر أضلاع الشيطان بالنسبة لشنو. ثم قال: لأقتلنك إن شاء الله. بس هذه إلى معنى من معاني يقتله بيد حجة الزمان صلوات الله يعني. فقال الشيطان: لن تقدر على ذلك. لماذا؟ قال: لأني موعود من ربي أن أبقى إلى أجل معلوم، إنك من المنظرين إلى وقت اليوم. إذن أنا وقتي مو هذا، وقتي في زمان الحجة، لازم أقتل. ما لك تريد قتلي؟ يسأل أمير المؤمنين: ليش تريد تقتلني؟ أنا بتعبيره مضمون العبارة أقولها قبل أن أقرأ النص حتى تصير واضحة. أنا أقدم لك خدمة يا أمير المؤمنين، وخادم لك، ليش تريد تقتلني؟ فوالله ما أبغضك أحد إلا سبقت نطفتي إلى رحم أمي قبل نطفة أبي. في نظرها خدمة عظيمة مقدمها لأمير المؤمنين، لأن يميز الناس الحلال من الحرام، يميزه. ولقد شاركت مبغضيك في الأموال والأولاد، وهو قول الله عز وجل في محكم كتابه: وشاركهم في الأموال. شكد لازم الإنسان يشكر الله على نعمة الولاية. وشلون علامة هاي الرواية تخلي تميز الطاهر من غير الطاهر؟ قال النبي صلى الله عليه، بعد هاي المحاورة اللي جرت بين الشيطان وبين أمير المؤمنين عززها رسول الله صلى الله عليه وآله:
قال صدق يا علي، قال قوله وإن كان هو كذاب الشيطان بس بهاي القضية صادق. صدق يا علي، لا يبغضك من قريش إلا سفاحي بن زنا، ولا من الأنصار إلا يهودي. وهي كلها إلى وقايع تاريخية، شواهد تاريخية. ولا من العرب إلا دعي، ولا من سائر الناس إلا شقي. شقي دعي، أكو بعدهم شيء آخر يرتبط بالنساء ما أقول أنا. ثم أطرق مليا ثم رفع رأسه فقال معاشر الأنصار رسول الله، لاحظوا معاشر الأنصار مو المهاجرين، أهل البحث خلي يروحون إلى العمق يشوفون وين يوصلون. معاشر الأنصار اعرضوا أولادكم على محبة علي. هاي وين فادت هاي الضابطة؟ بعد واقعة الحرة لما يزيد أباح المدينة 3 أيام هتكت فيها الأعراض وافتضت بها البواكر، كثير من الأولاد في تلك البرهة ولدوا لا يعلم أنهم من أزواج أو من اغتصاب. جابر الأنصاري يقول كنا نعرض أولادنا على محبة علي، فاللي قبل المحبة نعرفه طاهر، والذي رفض نعرفه من السفاح. تاريخ شلون الروايات تكشف مستقبل الأيام. فقال جابر فكنا نعرض حب علي على أولادنا، فمن أحب عليا علمنا أنه من أولادنا، ومن أبغض عليا انتفينا منه تبرأنا منه. هذا المعنى قرره الباري عز وجل في سورة الحمد. لاحظوا واحد من الحكم اللي الباري عز وجل جعل الصلاة تقوم على سورة الحمد، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فريضة تكون أو نافلة تكون، إلا ما خرج استثناء قليل بدليل كل صلاة تقوم بسورة الحمد، من دون سورة الحمد لا صلاة. جوهر سورة الحمد شنو؟ الارتباط بمحمد وآل محمد والبراءة من أعدائهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط علي وآل علي، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هاي ختام سورة الحمد وهي خلاصتها وهي نتيجتها. إذن الارتباط بالله، الاستشعار بحضور الله عز وجل يتم باستشعارك بحضور المعصوم معك، بارتباطك بإمامك وباستشعارك بوجود إمامك معك. في الاحتجاج عن أمير المؤمنين حديث طويل الحديث، بس أنا ما أخذ شاهد منه. قال فأما ما علمه الجاهل والعالم، يعني هاي القضية هذه الحقيقة ما يتميز بها الجاهل والعالم، كل الناس يعرفوها، من فضل رسول الله صلى الله عليه وآله، من كتاب الله، هذا الفضل في الكتاب ثابت، فهو قول الله سبحانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
يقول أمير المؤمنين: لهذه الآية ظاهر وباطن، فالظاهر قوله صلوا عليه تذكرونه بالصلاة، والباطن قوله وسلموا تسليما. أي يشرح المعنى، أي سلموا لمن وصاه واستخلفه وفضله عليكم وما عهد به إليه تسليما. الولاية والتسليم لأولياء الله. وهذا مما أخبرتك أنه لا يعلم تأويله إلا من لطف حسه، يريد نباهة، يريد نورانية، وصفى ذهنه من الشكوك والأوهام، وصح تمييزه بقلبه. هذا هم قول أمير المؤمنين. الملفت في هاي الآية أن الصلاة بصيغة المضارع، مو إن الله وملائكته صلوا، يصلون على النبي. صيغة المضارع تفيد الاستمرار والدوام. أخاف بعض المؤمنين يغفلون عن الصلاة وينشغلون بأمورهم وينسون. الصلاة تترى عليهم في كل لحظة وآن من الله وملائكته، والنسبة بينهم وبين الله لا نهاية لها، الصعود والقرب لا نهاية له. واحد لا يسأل يقول هم كملوا، هم كملون، كيف الله عز وجل يرفع من شأنهم ويرفع من قدرهم؟ هم كملون بالنسبة إلينا نحن البشر، وصلوا قمة الكمال، ولكن بينهم وبين الله لا نهاية له من المقامات. هم يرتقون عند الله مو عندنا. آية من الروايات اللي يريد يشوفها في طرق العامة فقط في الدر المنثور حوالي 18 رواية بهذا المعنى، في البخاري، في مسلم، في الكثير من مصادر العامة روايات عن جماعة من الصحابة يروون مثل هذه. يعني القضية ليست من مختصاتنا. الشاهد الثالث أقوله على نحو الاختصار، كلامنا وين؟ الارتباط الروحي بآل محمد، هذا مو الارتباط العقلي فقط. الارتباط العقلي كل أهل الإيمان عندهم، الارتباط القلبي كل أهل الإيمان عندهم ارتباط، ارتباط الأرواح. في الزيارة الجامعة وارد أجسادكم في الأجساد وأرواحكم في الأرواح وأنفسكم في النفوس. هذا شنو معنى؟ هذا واية إلى معاني. من المعاني أنهم كسائر الناس، أبدانهم كسائر الناس، أرواحهم كسائر الناس، بشر، ولكن يتفوقون عن سائر الخلق بأنهم سادة للخلق، أولياء للخلق، أعز وأشرف من خلق الله هم. هذا معنى متداول، أكو معنى أعمق منه. هم في الأرواح بلحاظ الأثر وبلحاظ الغاية، أما بلحاظ الأثر لأنهم واسطة إيجاد الخلائق، وأما الغاية فلأنهم غاية هذا الوجود كله. لولا هم ما خلق الله لا آدم ولا غير آدم. كل الخلق غاية وجوده هم. الله عز وجل مد سفرة هذا الوجود مو لهذا ولهذا من الناس العادي، لأوليائه مد سفرة الوجود.
نحن ببركتهم عايشين ومستفيدين. هذا معنى عميق يحتاج إلى قراءة ورجوع إلى الروايات. أنا وقت ما عندي حتى أفتح وحده، هو يحتاج مجلس هذا. إذن هم داخلون في حقائق الأشياء مداخلة الغاية والأثر. المعنى الثالث أن ولايتهم ومحبتهم داخل في تكوين الأشياء. بالطينة ولايتهم جارية، في الأرواح ولايتهم جارية، في النفوس المؤمنة. وهكذا هم وارد في الروايات: شيعتنا منا، منا مو أغيار علينا، خلقوا من فاضل طينة، منا داخلون في الأرواح. بس شنو اللي يمنع يخلي بعض الناس بعاد وبعض الناس تيهين؟ دنيا ومشاكل الدنيا، الذنوب والمعاصي والقبائح والشبهات والغفلات، هاي هي اللي تبعد. لو جردت الفطر الإنسانية عن الظلمات وعن الرواسب لا تعرف بعد الله إلا محمدا وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. لهم مداخلة في مكنونات الخلق. في الرواية هم واردة عن الإمام الصادق صلوات الله عليه يقول: خرجت مع والدي في المدينة فدخل المسجد فرأى جماعة من شيعتنا، سلم عليهم الإمام الباقر وقال: أنا والله لأحب ريحكم وأرواحكم. أحب الريحة، ريحة والأرواح. هذا الريح إلى معاني، من المعاني هو هذا الريح الذي يشم، العطر الذي يشم، هذا يا عطر، عطر الولاية، عطر طهارة المولد، زكاء الروح، هو أصلهم، يحن إليه، يحبه. ولكن أعينوني بورع واجتهاد، من ائتم بعبد فليعمل بعمله. هاي المدرسة الكبيرة اللي يفتحها الإمام هنا. إذن على قدر الطاعة والاجتهاد يكون القرب منه. اللي يزعم أنه شيعي لهم يعمل بعملهم، أما إذا يزعم أنه شيعي ويعصيهم ويخالف أوامرهم فليعرف أنه اقتدى بأخلاق أعدائهم. والمسألة في مثل هذه الليلة فرصة عظيمة لمن أراد تجديد العهد معهم، يتوب من ذنوبه ويتراجع عن قبائحه ويعاهدهم على الصلاح والاستقامة. هذه ليلة لا يعلم الإنسان أن في الغد هو عايش أو ميت، لا يعلم إلى السنة القادمة في مثل هذه الليلة هو فوق الأرض أم تحت التراب. سارعوا إلى مغفرة من ربكم، هذه فرصتها هنا. كان أكو روايات أخرى أريد أذكرها بس بعد الوقت أدركنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينور عقولنا وقلوبنا بمعرفته ومعرفة أوليائه والطاعة لهم والبراءة من أعدائهم، ببركة الصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إنها أعظم آيات الكتاب، من كنوز العرش معراج اقتراب، إن تلاها ذاكر فاز بها.
فله حصن ونور وحجاب.